الصوت ما تسمع الطلبة وهي بتهيص النهاردة وفرحانة، يعني ما عرفش، يعني ما أنا دول كلهم بتوعي وأولادي. وقد أثبتت الجامعة الألمانية على مدار الأعوام الماضية أنها مكان يجتهد فيه من يكرهون الجهل. لكن الجامعة مستمرة بشبابها. الجامعة بتاعتنا مش طبيعية زي بقية الجامعات، احنا ما عندناش تحت طلبة. هو الطالب المفروض اللي هو ضمير الأمة، أنتوا عيال صغيرة. هتيجوا واحنا اللي هنبقى متصدرين الكلام. احترموا الناس حتى اللي بتكلموه. رئيس الاتحاد أنا مبسوط عليكم كلكم. والله هو يغضبني لو أنا فعلا مسؤول عن هذه الحوادث، أو على الأقل ليا يعني مسؤولية من قريب أو من بعيد فيها.